بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا إلى في تفسير سورة النساء إلى الآية 69، إلى قوله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول، يعني في طاعة الله عز وجل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ذكره صلى الله عليه وسلم تشريفا لقدره وتنويها باسمه صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا. وهذه الآية هي تفسير لقوله تبارك وتعالى في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه الآية تفسر من هم الذين أنعم الله عليهم، الذين أذكر ذكرهم في سورة الفاتحة. بين هنا من هم الذين أنعم الله عليهم، ومن هم الذين أوجب الله علينا في اليوم والليلة أن نسأله أن يهدينا صراطهم 17 مرة على الأقل. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وما ذكر في هذه الآية أيضا هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم عند موته: اللهم الرفيق الأعلى. يعني أسألك الرفيق الأعلى. ما هو الرفيق الأعلى؟ هو المذكورون في هذه الآية الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفي البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم في فتواه الذي مرض فيه أخذته جحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فعلمت أنه خير. يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تقول: فعلمت أنه خير. فهذه الرواية أيضا تفسر قوله في الرواية الأخرى: بل الرفيق الأعلى. ومعنى ذلك أن الرفيق الأعلى المقصود به المذكورون في هذه الآية الكريمة. ولم يذكر الله تبارك الله تبارك وتعالى المنعم به. أنعم عليهم بماذا؟ لم يعين المنعم به إشعارا بقصور العبارة عن تفصيله وبيانه، إشعارا بأن النعمة التي أنعمها عليهم تقتل كل عبارة دون نفسها. فإن في جار المعين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تقوى عبارة مهما كانت على وصف هذا النعيم. من النبيين الذين أنبأهم الله أكمل ناسخ ذاته والأحكام وأمرهم بإنبائها الخلق كلا بمقدار استعداده. والصديقين جمع صديق، وهو المبالغ في صدق ظاهره بالمعاملة وباطنه بالمراقبة. صادق في ظاهره في العتلات وفي باطنه مراقبة الله سبحانه وتعالى. أو الذي يصدق قوله بفعله. وقال الرازي للمفسرين في الصديق وجوه: الأول أن كل من صدق بكل الدين لا يتخالفه فيه شك فهو صديق. يعني صديق مبالغة من التصديق بكل ما جاء من أمر الدين. والدليل عليه قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون.
الثاني قال قوم الصدقون أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار في ذلك قدوة لسائر الناس. وإذا كان الأمر كذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أول الخلق بهذا الوصف، فإن أعظم الصديقين على الإطلاق في كل البشر هو أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر أفضل البشر بعد أنبياء الله، يعني إذا كان بعد الأنبياء الأولياء فأعظم الأولياء وأحبهم إلى الله سبحانه وتعالى هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم جود الرازي الكلام في سبقه رضي الله تعالى عنه إلى التصديق، وفي كونه صار قدوة للناس في ذلك، لأن أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما صدق وبادر بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما علم أنه أرسل أو نبئ، أيضا يعني صار قدوة لمن تبعه على الإسلام بعد ذلك. وطبعا في هذه الآية أيضا دليل على صحة إمامة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأن هذه الآية يعني تدل على إنعام الله عز وجل على هؤلاء الصديقين، وأجمع المسلمون على وصف أو تسمية أبو بكر بالصديق، فدل على يعني أوليته وأحقيته بالإمامة دون من عداه. والشهداء يعني الذين استشهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى، والصالحين الذين صلحت أحوالهم وحسنت أعمالهم. وحسن أولئك يعني هؤلاء المذكورين رفيقا يعني في الجنة، والرفيق الصاحب سمي رفيقا لالتفاقك به وبصحبته. وحسن أولئك رفيقا يمكن أن يقال رفقاء، عبر عن الجمع بالواحد، لأن هذا يحصل من العرب كثيرا أنهم يعبرون عن الواحد والجمع بالواحد، كما كالصديق والخليل أو صديقكم أو ما ملكت مفاتحه أو صديقكم. والجملة تزيين مقرر لما قبله مؤكد للترغيب والتفريق. وقوله تعالى وحسن أولئك رفيقا هي معنى التعجب، كأنه قيل وما أحسن أولئك رفيقا. هنا بعض التنبيهات تتعلق بهذه الآية الكريمة. أولها أنه ليس المراد بكون يعني من أطاع الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا يلزم من ذلك أن يكون الكل في درجة واحدة. لماذا؟ لأن هذا يقتضي التسوية في الدرجة بين الفاضل والمخذول. لا يمكن أن يكون يعني مرتبة ومنزلة ومقام واحد من عوام المسلمين في الجنة كمرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كمرتبة أبي بكر وعمر وغيرهم من يعني هؤلاء المذكورين. لكن المقصود أولئك معهم يعني معهم في دار واحدة، تضمهم دار واحدة ونعيم واحد، بحيث يتنكر كل واحد منهم برؤية الآخر وإن بعد المكان. لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضا، وإذا أرادوا الزيارة والتلاقي قدروا عليه. فهذا هو المراد من هذه الآية، يعني يمكنهم أن يتلاقوا وأن يتزاوروا، فهم في دار أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، يعني معناها أنهم جميعا في دار واحدة هي الجنة، وإن تفاوتت مراتبهم ومنازلهم فهم يتفاوتون ولكنهم يتزاورون، وكل من فيها قد رزق الرضا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وقد ذهب عنه اعتقاد أنه مفتوح، لم يشعر بأن غيره أفضل منه، ينزع منه هذا الشعور حتى لا يكبر عليه هذا النعيم، فلا يحس أن غيره أفضل منه، وإلا لا رزق الرضا بما أتاه الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل. دلت الآية أيضا على أنه لا مرتبة بعد النبوة في الفضل والعلم إلا هذا الوصف، وهو كون الإنسان صديقا، يعني أفضل مرتبة بعد النبوة هي مرتبة الصديقية. ولذلك أينما ذكر في القرآن الصديق والنبي لم يجعل بينهما واسطة، كما قال عز وجل في صفة إدريس إنه كان صديقا نبيا، وقال هنا فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، يقرن دائما بين الصديقين بعد الأنبياء.
يعني انك ان ترقيت من الصديقية وصلت الى النبوة. اذا تحقيت في التدريش النص يعني من الصديق تصل الى النبوة. وان نزلت من النبوة تجد اكثر الانباء مباشرة الصديقية ولا متوسطة بينهما. وقال عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به فلم يجعل بينهما واسطة. وكما دلت هذه الدلائل على نفي الواسطة فقد وفق الله هذه الأمة الموصوفة بأنها خير أمة حتى جعل الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر على سبيل الإجماع. فلم توجد واسطة بين النبي وبين أبي بكر في الخلافة، وإنما خلقه مباشرة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. يعني وتحقق قول الله تبارك وتعالى أو تحقق عموم قوله عز وجل في شأن الصديق رضي الله تعالى عنه ثانية ميل إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فتحدث هذا الأمر فلم يقل خليفة رسول الله إلا في حق أبي بكر، لأن في عهد عمر رضي الله تعالى عنه يعني قالوا لو ظللنا نقول كل ما يأتي خليفة جديد نضيف إلى هذا اللفظ لطال جدا، يعني إذا قيل في حق أبي خليفة رسول الله ثم قال في حق عمر خليفة رسول الله، في حق الثالث خليفة رسول الله، فمن ثم رأوا أن يستبدلوها بلقب أمير المؤمنين. واضح؟ فشاء الله سبحانه وتعالى بهذا أن يختص أبو بكر بهذه الجثة، أن يكون الله ثالثهما. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. واضح؟ يعني تلاحظ العبارة خليفة رسول الله، فقرن أبو بكر بالله وقرن بالرسول صلى الله عليه وسلم. فأيضا لما توفي رضي الله تعالى عنه دخلوه إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذاك إلا أن الله تعالى رفع الواسطة بين النبيين والصديقين في هذه الآية، فمن ثم ارتفعت الواسطة بينهما في هذه الوجوه التي ذكرناها. أما سبب نزول هذه الآية فعن سعيد بن جبير قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما لي أراك محزونا؟ قال يا نبي الله شيء فكرت فيه. قال وما هو؟ قال نحن نغدو عليك ونروح، ننظر إلى وجهك ونجالسك، غدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية ومن يطع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره، وقد روى هذا الأثر مرسلا عن مكروك وعن عكرمة وعامر والسعدي وقتادة وعن الربيع بن أنس. وروي في بعض الآثار إن ذلك الصحابي الذي حصل معه هذا هو عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الذي أري الأذان، بل ذكر مكي ولم يذكره بسند، يعني أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن زيد اللهم أعمني حتى لا أرى شيئا بعده فعمي مكانه. يعني إذا صحت هذه يعني الله تعالى أعلم أنه دعا بالعلى حتى لا تقع عينه على شيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقع على الصغر ولا ساح، فيبعد ان يصح مثل هذا، خاصه وان الرسول عليه السلام علمنا يعني الدعاء بالعافيه. في معنى هذه الايه ايضا ما رواه مسلم في صحيحه عن ربيعه بن كعب الاسلمي انه قال كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته بوضوء وحاجته فقال لي سلم، فكنت أسألك مرافقتك في الجنة، والمقصود أسألك أن تدعو لي بمرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أغير ذلك؟ قال هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني لا تحصل هذه المنزلة إلا
بكثرة السجود. من الأحاديث فيها نفس هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وتميت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على ذلك كان من النبيين والشهداء يوم القيامة، هكذا ما لم يعق والديه وركب أصبعيه. وقد وقال ابن كثير: واعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحيح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال: المرء مع من احب، المرء مع من احب. قال انس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث، يعني ما فرحوا منذ اسلموا بمثل فرحهم بهذا الحديث، حيث انهم يحبون الله ويحبون الرسول عليه الصلاه والسلام ويحبون يعني افاضل الصحابه. ولذلك قال انس مروي هذا الحديث قال: اني لا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب ابا بكر وعمر، وارجو ان يبعثني معهم وان لم اعمل كعملهم، وان لم اعمل كعملهم. اذا هذا من اوثق الاسباب التي يتعلق بها الانسان كي ينال هذه المراتب العالية، لا بالأمامية والغرور ولكن بالاجتهاد في الطاعة وفي العبادة، يعني مجرد محبة هؤلاء الصالحين تنفعك في الآخرة. ودليلك هذا الثواب العظيم: المرء مع من أحب، وهو عامة، يعني الذي يحب المغنين والممثلين والمطربين وأطفال الكرة والرياضة هو يكون مع من أحب. واضح؟ الذي يحب الغلمة والمتجبرين يكون مع من أحب، كذلك الذي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يحب الصحابة فإنه يكون مع من أحب. فإذا هذه من أبواب التي تميل مراتب عالية في الجنة، في جنة الرضوان، الاجتهاد في محبة الصالحين، كما قال الإمام ابن مبارك رحمه الله تعالى: يحب الصالحين ولست منهم، وحتى أن أنال بهم شفاعة ويعني مع الكلام وأبغض العاصين، يعني وإن كنت منهم وإن كنا سواء في البضاعة، أو كما قال رحمه الله تعالى. وهذا من تواضع الإمام الجليل عبد الله بن الوارث رحمه الله تعالى. على أي الأحوال، محبة الصحابة من أعظم الأبواب التي يرجى أن تنفع صاحبها يوم القيامة. وبالعكس، من وجد في قلبه والعياذ بالله رغبة لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه فهذا نذير سوء من عليه، ونذير سوء عاقبة. لأن من يكون في صف مقابل ومضاد لصف فيه أبو بكر وعمر فسوف يوليه عز وجل الظالمين مثله، كذلك تولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يفسدون. فينبغي أن يفتش كل منا في قلبه، من وجد في قلبه شيئا من أحد من الصحابة فينبغي أن يطهر قلبه منه. وللأسف الشديد، يعني كنت أتحدث قريبا مع بعض الناس عن هذا الأمر، مسألة الصحابة رضي الله عنهم يعني ينبغي لهم من المحبة في قلوبنا والجميل الذي في أعناقنا والذي أجزاه إلينا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال بعض الناس الذين نشأوا على المناهج الدراسية في ظل الثورة المشؤومة، يعني قالوا إن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يعني مهما إنسان يحاول يقرأ لا يتصور إن هو ده الشخص الذي درس صورته في التاريخ، وصارت الكرة منطبعة حتى يجد كل أو أغلب الناس في قلب نتيجة تربية من نعومة أذكاره على بعد عمرو بن العاص والتصور عليه وعلى بعد معاوية رضي الله تعالى عنه وغير ذلك من الصحابة، لأن الخبثاء يعمدون إلى شخصيات مدروسة. عمرو بن العاص لأنه هو الذي فتح مصر، هو الذي طهر مصر من الوثنية والريش والأوثان والكفر المبين، هو الذي يعني وعده الله صواب أن يخرجنا من الظلمات إلى النور، فبالتالي أعداء الدين يريدون أن يقطعون بهذه الجذور. فيعني لو أن كل أمم الأرض صابوا في حق عمرو بن العاص لكان واجبا على المصريين بالذات ألا يخوضوا معهم أبدا، بالعكس يذبوا عنه ويستغفروا له ويتردوا عنه ويدعوا تعالى عنه. عمرو بن العاص وأمثاله من الصحابة الذين يتصور عليهم من الأفلام المسمومة والمأجورة
هؤلاء يعني داخلون في عموم النصوص في القرآن والسنة التي تحرر على محبة الصحابة واحترامهم وهي في القرآن الكريم كثيرة جدا. أما في السنة والله سبحانه وتعالى يكفي أنه وضع خط ملموع إلى ثلاثة أقسام: المهاجرين والأنصار ومن يحب المهاجرين والأنصار. فمن ليس من هؤلاء الثلاثة فليس من المؤمنين، إما أن تكون مهاجريا أو أنصاريا وهم التحرر لله عمل، أو تكون ممن أتى بعدهم محبا له، فإذا لم تحبهم فلست منهم وليس منك. والذين للسفراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمرهم يتبعون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون المهاجرون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يؤت شح نفسه فأولئك هم المفلحون الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن وجد في قلبه غلا لواحد من الصحابة فهذا العام علامة نفاقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول عز وجل يعني: ومثل ذلك محمد ورسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم. يعني معنى ذلك أن الصحابة خير مدحوا في الكتب السابقة قبل أن يخلقوا، مدحوا قبل أن يخلقوا، فثقتهم المذكورة هنا في سورة الفتح هي تماما كما هي في التوراة التي أنزل الله على موسى وفي الإنجيل الذي أنزل الله على عيسى عليه السلام. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج قطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على كتفه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك: فمن وجد في قلبه غيظا من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس من المؤمنين من الكفار. فنظير كون على أي إنسان أن يندرج وراء أو يلتقي وراء هؤلاء الزنادقة والملاحدة الذين يعتلون الآن يعني جميع المناظر الإعلامية والمناهج التعليم تموم في الحقيقة في كل مكان، فلا ينجو الا من يعني اراد الله سبحانه وتعالى ان يعافيه من هذا البلاء المستثير الان في هذا الزمان العجيب. ما يكاد يخلو احد من هذه السموم، فيجب ان نطهر قلوبنا وقلوب ابنائنا من سموم المناهج التعليميه خاصه التي تتطاول على الصحاب. يعني يحرصون جدا على مواقف الفتح الاسلامي ومن الفتح العربي، الفتح العربي حتى يهربوا من كلمه الفتح الاسلامي. كذلك يعني يعني موضوع تذهب بظهور العداوه لبعض الصحابه خاصة عمرو بن العاص خاصة معاويه رضي الله عنه، طبعا نحن اذا فتحنا باب الطعن في الصحابه معناه اننا نطعن في القران والسنه، وهذا هو غرض اعداء الدين. لان من الذي ادى الينا القران والسنه؟ من الذي حمل الينا القران والسنه؟ الصحابه. فاذا طعنت في الصحابه كان ذلك طعن في القران وفي السنه. ولذلك يقول الامام القاضي ابو زرعه رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق. إنهم يعني إن وإنما أدى إلينا الصحابة رضي الله عنهم القرآن والسنة، الصحابة هم الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة، وإنما إنهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فإذا يعني من رأيته يسب أحد من الصحابة أو يأخذ يعني ينطوي قلبه على عداوة لأحد من الصحابة فاعلم أنه يعني أنه منافق، ليس هذا من الإيمان. واضح؟ على الأحوال هذا الشخص الذي كنت أتكلم معه يقول: مهما تعلمت رغم حب شديد الصحابة واجتهادي في محبته، لكن أجد قلبي صعب جدا يتخلص مما بذر في مناهج التعليم التي تعلمناها منذ مهمة انسانية من موقف عدائي تجاه عمرو بن العاص. فهل هذا هو يعني هل جزاء الاحسان الى الاحسان؟ الصحابي الذي طهرنا من النصرانية وطهرنا من الفرعونية وطهرنا من الكفر وانار بلادنا بعد ظلمة الكفر يكون جزاؤه ان نحمل في سبيلنا ظلا عليه رضي الله تعالى عنه؟ كيف وهو يدخل في كل العمومات التي فيها نفس الصحابه من القران او السنه فضلا عما اختلف به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام،
فالرسول يشهد له بالإيمان وأن تطع نفسه وتتصور عليه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يكفي من أعظم من يقنع عبد العاص ابنه عبد الله بن عبد العاص رضي الله تعالى عنه ويعني جهاده في سبيل الله عز وجل وأنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي ما يتقاول أحد على أصحابي دعوا لي أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا لو أنت اتطبقت بمثل جبل أحد الذي طوله حوالي 6 كيلو مترات من الذهب في سبيل الله لن تستطيع أن تحصل حتى لو فعلت هذا على المد الذي اتطبق به السحاب من الكفين أو النصيب على أي الأحوال يعني إذا لن أحب السحابة يبصر لأنه سيكون معهم إن شاء الله عز وجل يوم القيامة حتى لو قصر عمله دون عمله وحتى لو قصرت مرتبته عن مرتبتهم ولذلك قال أنس رضي الله تعالى عنه إني لا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن يبعثني معهم وإن لم أعمل كعملهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا ترأون أهل العرق من فوقهم كما ترأون الكوكب الدري الغادرة من الأفق من المشرق أو المغرب متفاضل ما بينهم. قال يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أهل العرق يقولون من البشر العاديون لكنهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وهذا الحديث متفق عليه. ثم يقول تبارك وتعالى ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك يعني هذا الذي تقدم كأن ذلك المرتبة الخبر ايه ذلك الفضل من الله او ذلك هو الفضل من الله او ذلك الفضل ذلك يبقى اشارة يعني يعني على السنة ايه الفضل تكون بدل من الله تكون خبرا يعني اشارة الى مال المطيعين من الاجر ومزيد الهداية ومرافقة المنعم عليهم. الفضل من الله يعني ليس من غير الله انما هو من الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا معنى مهم جدا. يقول الناصر في الانتصاف معتقدون معاشر اهل السنه ان الطاعات والاعمال التي يتمجد بها هؤلاء الخلاق خلق الله تعالى وفعله وان قدرهم لا تاثير لها في اعمالهم بل الله عز وجل يخلق على ايديهم الطاعات ويصيبهم عليها فالطاعه اذا من فضله فله الفضل على كل حال والمنه في الفاتحه والمآل. وكفى بقول سيد البشر في ذلك حجه وقدوه فقد قال عليه افضل الصلاه والسلام لا يدخل احد منكم الجنه وعمله. قيل يا لا انت يا رسول الله قال يا لا انا الا ان يتغمدني الله بفضل منه وبرحمه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اللهم اختم لنا باختفاء السنة وأدخلنا بفضلك المحض الجنة. فإذا هذه إشارة إلى أن ما نالوه من النعيم المذكور في الآية السابقة ليس بكسبهم وإنما هو محض فضل من الله عز وجل. فأخبر أنهم لم ينالوا هذه الدرجة العالية بطاعتهم بل نالوها بفضل الله تعالى وكرمه خلافا لما قالت المعتزلة إنما ينال العبد ذلك بفعله. فلما امتن الله سبحانه على اوليائه بما اتاهم من فضله وكان لا يجوز لاحد ان يثني على نفسه بما لم يفعله دل ذلك على بطلان قول المعتزله والله تعالى اعلم. ثم يقول السيوطي رحمه الله تعالى ومن يطع الله والرسول اي فيما امر به فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين فهم أفاضل أصحاب الأنبياء وكنوا صدقين لمبالغتهم في الصدق والتصديق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكثر عند الله صديقا. والشهداء أي القتلى في سبيل الله ولا يعد الإنسان مقاتلا في سبيل الله إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وما هي كلمة الله؟ هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلاء لدين الله وان كلمه الكافرين فهي كفرهم بالله تبارك وتعالى.
وحسن أولئك رفيقا، أي رفقاء في الجنة، بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم، وإن كان مقرهم في الدرجات العالية بالنسبة إلى غيرهم. ذلك أي كونه معنى ذكر مبتدأ خبر الفضل من الله تفضل به عليهم، لا أنهم نالوه بطاعتهم. وكفى بالله عليما أي بثواب الآخرة، فثقوا بما أخبركم به ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، يعني تيقظوا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكم. خذوا حذركم، فيه الأمر باتخاذ السلاح وأنه لا ينافي التوكل. وقال بعض المفسرين: دلت الآية على وجوب الجهاد وعلى استعمال الحذر، وهو الحذر من العدو وترك التفريط. تنفروا أي خذوا إلى الجهاد، ثبات جمع خدع، والسلة هي الجماعة، يعني جماعات متفرقين سرية بعد سرية وفرقة بعد فرقة إظهارا للجراءة. أو انفروا جميعا، أو انفروا مستمعين كلكم كوكبة واحدة إيقاعا بالمهابة لتفسير الثبات ومبالغة في التحرز عن الخطر. وطبعا التفسير في هذا الأمر، هل النفور يكون ثبات جماعات متفرقة أو جماعة واحدة، هذا موكول إلى اجتهاد الإمام، حتى إذا كان في العصر الحديث وقد اختلفت طرائق الحروب هذه الأشياء. ثم يقول تبارك وتعالى: وإن منكم لمن لا يبطئ أنه فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا. وإن منكم لمن لا يبطئ أنه، اللام الأولى لام توكيد، وإن منكم لمن، هذه لام توكيد، لا يبطئ أنه لام الختم، يعني يتثاقلن أو يتفاقلون ويتخلفون، أو يعني لا يتخلفون عن الجهاد والخروج مع الجماعة للنفاق. فالمقصود إن منكم يعني ممن ينتمون لكم في الظاهر، وليس مقصود من المؤمنين، لكن المقصود الذين يدخلون في جملة المؤمنين بحكم الظاهر، لأنهم منافقون يحتمون في كلمة التوحيد وإظهار أنهم من المسلمين. لو لبت أن يعني إما يتفاقل أو يتخلف عن الخروج للجهاد، أو يبطئ أن يعني غيره، يثبط أن غيره، يعني هو نفسه يعني يتخلف ويخلف غيره، يثبط الناس ويسيء فيهم ما يثبطهم عن الخروج للجهاد. كما كان المنافقون يثبطون غيرهم، وكان هذا دايما المنافق عبد الله بن أبي، وهو الذي ثبط الناس يوم أحد. وروى عن كثير من التابعين ان الايه نزلت في المنافقين، لان الذي يحكم في هذه الايه هي عادت وديئا وذئب المنافقين. وقيل الخطاب للمؤمنين وقوفا مع صدر الايه، قال لا، الخطاب للمؤمنين، لان الايه تقول ايه: يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منكم لمن لا يبطئ أنه. وقال تعالى: وان منكم، مع ان الله تعالى قال في المنافقين: ما هم منكم، ما هم منكم. وهذا الحقيقه يعني الليل يعني الخطاب صحيح للمؤمنين، لكن للمؤمنين ولمن يدخل معهم في الظاهر بصفه الايمان وهم المنافقون، لان ما ذكر لا يصدر عن مؤمن. وان منكم لمن لا يبطئ أنه فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني حاضرا، وإن منكم يعني إن من دخلائكم وجيشكم وممن أظهر إيمانه منكم. فالمنافقون في ظاهر الحال من أعداد المسلمين بإجراء أحكام المسلمين عليهم، جمع بينهم في الخطاب من جهة الجنس والنسب لا من جهة الإيمان. فإن منكم يعني ممن هم ظاهر من جنسكم، لكن في الحقيقة بخلاف ذلك، يعني وإن منكم يعني على زعمه أو في الظاهر أو في حكم الشرع. فإن أصابتكم مصيبة هزيمة أو شهادة أو غلب العدو عليكم بما لله في ذلك من الحكمة، قال أي المبطل، قال فرحا